جولتنا الثقافية والفنية بنبداها من مدرسة القلبين الأقدسين بالبوشرية اللي بتدعي إلى حضور كونسرت موسيقي لتلامذة المدرسة. رح يتضمن مجموعة من أغاني سيدة فيروز والأخوين رحباني بالإضافة إلى تكريم للفنان ملحم بركات. وبذكر أنه بيعود رايح السهرة لشراء آلات موسيقية وتحسين القسم الفني. الموعد الأحد 28 الشهر 8 المساء بحرم المدرسة. منتابع مع أخبارنا تحت عنوان أنتوا أنا مش مختلفين. بتحتفل مؤسسة الكافئات بعيدها 60، ولهالمناسبة رح بيتم تنظيم نهار ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة مع أصحابهم وأهلهم. بيتخللوا تسجيل رقم قياسي جديد للبنان من خلال أكبر صحن فتة حمص، من بعد طبعا ما سجلنا رقم قياسي بالتبولة والحمص والليموناضة، وذلك بالتعاون مع مدرسة الكافئات الفندقية وبإشراف شيف رمزي اليوم الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحا. كنا عم نعمل جولة على تسجيل عدد من الأرقام القياسية بمجال الأكل. طبعا ثانوية بيت شباب الرسمية بتدعي إلى حضور معرض لوحات لطلابة إشراف الفنان أدهم الدمشقي وبمرافقة موسيقية لإليسا مسعود على البيانو وزياد أبي عكر على الجيتار الجمعة 2 حزيران 6 المساء بحرم المدرسة. عم نشوف أدهم الدمشقي عم بيلقي شعر. بيتوتي مربوط بجنزير وعظمي، ويلي بيوجع انه اثنيناتهم ممكن يموتوا دعس على الطريق. ما اقرب الكلاب المشردة الى قلبي، ما اقرب الكلاب المشردة الى قلبي، عيونها مرايا تلمع في الضوء وتعدو باتجاه الليل. من الشعر واللوحات إلى الأغاني والموسيقى، الحركة الرسولية المريمية بتدعي للمشاركة بريسيتال ديني بيحمل عنوان يا مريم أمي مع المرنم توني البايع وكورال فرقة أم البسمة، والموعد الجمعة 26 أيار 8 المساء بكنيسة مرمرون بالجميزة. وبنسمع مش رح نسمع اوكي. كابريولي فيلم فاستيفال بدورة جديدة بيدعي إلى المشاركة بالدورة 9 تحديدا، ومثل كل سنة عرض بالهوى الطلق يلي رح يستقبله درج مار مخايل بالجميزة على مدى 3 أيام لمجموعة جديدة من الأفلام 9 10 11 حزيران، والعروض تبدأ الساعة 8 المساء. والدورة السنة بتحمل عنوان ترافلر. منتابع، امبارح قدمت الفنانة شانتال بيطار الأمسية الثانية من ثلاثية غني لشوي. قدمت خلالها مجموعة من الأغاني لكبار الفنانين مثل وردة الجزائرية، أم كلثوم، فايزة أحمد، عبد الحليم حافظ وغيرهم. خلونا نسمع. إذن هي ثلاثية قدمت منهم أمسيتين، وباقي أمسي وحدة رح بتقدمها ب 31 أيار على مسرح مترو المدينة بالحمرة. بدنا نسمع بعد شيء؟ أوكي. بمناسبة ختام الشهر المريمي، باسكال بلان نشار وإيزابيل زغيب كسرواني بيدعوا إلى أمسية ثقافية بعنوان عكتف الكلمة رح يتخللها توقيع أعمال جديدة للكاتبتين، والموعد الجمعة بكرة 26 شهر 7:30 بعد الظهر بصالة رعية مرفوقة بغدير جونية. يا طرابلس يا طرابلس يا مكللي بالعز، الزند الفينيقي ناقشك صورة ومسلطني يا مظللي بالأرز.
جديد بتدعي لحضوره الانديو مع مؤسسة أمين شاهين للثقافة السينمائية نهار الاثنين المقبل. هالمرة الاختيار وقع على فيلم إيطالي بيحمل عنوان أرماكور، بيحكي عن طفولة السينمائي فيدريكو فليني. هالفيلم حايز على أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1973، وموعد العرض الاثنين 29 شهر 7 المساء بالانديو زوق مصبح، وعم نشوف مشاهد من الفيلم. From the maker of La Dolce Vita, 8½, and Satyricon, comes a new masterwork. The new Fellini. وبخبر أخير، ليلى موعد مع تياترو فيردان والفنانة حنين بأمسية موسيقية بتقدم خلالها مجموعة من أغاني كبار الفنانين اللبنانيين مثل فيروز صباح، وديع الصافي، زكي نصيف، نصري شمس الدين وغيرهم. والأمسية بتبدأ الساعة 9 المساء. رح نشوف مشهد ومقطع موسيقي جمع بين الست فيروز ونصري شمس الدين. على الدار أصحاب الخميجة، الدار بكاشة المالكة، على الدار أصحاب الخميجة، ومع فيروز ونصر شمس الدين بنكون ختمنا جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. هلأ رح نعرف أكثر عن أحوال الطرقات مع بيارات. المؤهل الأول أحمد شعبان من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لنطلع معه أكثر على وضع الطرقات حاليا. صباح الخير. ايه صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل. يعني اكيد اليوم الاشخاص اللي غادروا بيوتهم صباحا لاحظوا الفرق انه عجلة السير اكيد صرنا معدومين من نهار العطله. نعم. العطله الرسميه بس يكون في عندنا عطله، حركه السير عم تكون طبيعيه. نعم. مداخل العاصمه لغايه الساعه فينا نقول انه حركه السير كتير طبيعيه. المدخل الشمالي، المدخل الجنوبي، والمدخل الشرقي ما في عندنا اي مشاكل على الطرقات. كذلك الأمر داخل شوارع العاصمة بيروت، الحركة بعدها طبيعية جدا. كورنيش المزرعة، كورنيش النهر أو باقي الشوارع. نعم. مشاكل ما في عنا الحمد لله، ما هي الحركة بهالأثناء. بالنسبة للحوادث اللي تسجلت عنا خلال ال 24 ساعة، تسجل عنا 10 حوادث سير، للأسف كان في عنا 4 قتلى و15 جريح. عدد كثير مرتفع. صحيح. يعني أكيد بنتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ونتمنى على السائقين إنه يسوقوا على مهلهم وما يتجاوزوا هالسرعات على الطرقات. بس سوري، هو الأربع قتلى بسبب حوادث يعني بالسيارات أو صدم؟ صدم وحادثين صدم وحادثين اصطدام. نعم. بالنسبة لمحاضر الرادار. نعم. تنظم 1025 محضر سرعة زائدة كذلك الأمر خلال ال 24 ساعة. نعم. يعني منذكر المستمعين أنه فين يتصلوا فينا على خطنا الساخنة 1720، وكذلك الأمر فين يتابعونا على تويتر @MC Lebanon أو على الفيسبوك ليعرفوا آخر أخبار حركة السير على الطرقات ووضع حركة ووضع الطرقات لحظة بلحظة. نعم. وعلى مدار الساعة خلال 24 ساعة ل 24 أنتم عم تكونوا متوفرين. نحن نتشكرك على وقتك المؤهل الأول أحمد شعبان. تحية لك ولكل عناصر غرفة العمليات المشتركة. رح نتوقف هلأ مع فاصل تاني، ومن بعده بنرجع نتابع أخبار الصباح مع مجموعة من التقارير وضيوفنا لليوم. تلكن معنا.